لو اتعرض عليا هعمله فورا طبعا. ده كان ايه؟ ده كان رد عبير صبري على الانتقادات اللي اتقالت على فيلم اصحاب ولا اعز، وبتبرر طبعا ده انه دور فني ومهم جدا جدا يا جماعه، اللي هو من الاخر يعني فككوا يا جماعه من القيم والاخلاقيات، احنا بنتكلم عن الفن، الفن يا اخوانا الفن. طيب الفنانة شايفة ان الفيلم بيلقي الضوء على الفتور الزوجي بشكل كبير جدا، وان دي مصيبة كبيرة في البيوت، اما الباقي عادي عادي جدا. يعني بقى الفنانة شايفة انه كل اللي حاصل في الفيلم مش أزمة، وان الرأي العام مش مقلوب ولا حاجة على الفيلم، الموضوع عادي جدا ومفهوش اي حاجة، الموضوع ما هو الا لجان بتحرك الناس بس والرأي العام على السوشيال ميديا. مش عارفة بصراحة عبير صبري بتتكلم عن نفس الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه ولا حاجة تانية ولا موضوع تاني. الموضوع يا جماعة مش بس فتور، دي خيانة وشرب خمور وشذوذ ودياسة، مفيش حاجة مش أخلاقية مش موجودة في الفيلم، ميكس من كل حاجة يعني من القاع للأسف الشديد. وهي ما كدبتش على فكرة، الفيلم يعني لو كانت عرض عليها كانت فعلا هتعمله عبير صبري، لأن البعض مش كل الفنانين طبعا مش بيهمهم قوي فكرة إفساد المجتمع وتصدير المشاكل الغير أخلاقية، قد ما بيهمهم الشو والانتشار والشهرة والفلوس والفن يا جماعة بتاعهم. طيب الحقيقة ممكن يكون في بعض المشاكل اللي موجودة في البيوت زي الفتور الزوجي وما إلى ذلك من بعض المشاكل، بس دي ما تتحلش بالشكل ده ومش بالطريقة دي. المفروض في طرق معينة معروف الأمور الخاصة جدا جدا دي تتحل إزاي، كان في مستشارة أسرية أو مستشار أو هم يقعدوا يتكلموا مع بعض أو حكم من أهل وحكم من أهلها، كتير كتير من الأساليب باقت بيكوا الدنيا عشان تحلوا المشكلة، مشكلة الفتور الزوجي، إلا بالشكل بالدراما المنحطة دي. أنا مش عارفة والله العظيم اللي أنتوا بتبرروه النهاردة سواء عبير صبري أو غيرها، اللي بتبرروه النهاردة وبتدافعوا عنه جدا جدا باستماتة وبتدافعوا عن القائمين عليه، يوم القيامة هتتمنوا أنه يتمسح من صحيفتكم تماما، وهتقولوا يا ريتنا ما فتحنا بقنا بربع حرف ودافعنا عن حاجة زي كده. جماعة بصوا لدار القرار، ما تبصوش لحاجة فانية، ما تبصوش تحت رجليكم، الدنيا دي ما في لحظة كلنا هنكون في متر في متر. لعبير صبري وغيرها من اللي بيدافعوا باستماتة عن فيلم أصحاب ولا أعز، بصوا لقدام، بصوا كل واحد فيكم هيبقى واقف لوحده، هيحاسب وهيسأل لوحده، شوفي دفاعك عن الفيلم ده هترد بيه أمام الله سبحانه وتعالى بإيه، فحضري الإجابة من دلوقتي.